نسر أمل، نسر أمل. أهلا يا عم شنام، ازيك؟ الله يسلمك. أؤمر، عاوز أقول لك حاجة كده وأمر لله، بس ما تزعليش مني. لا قول، ما يهمكش. في إيه؟ عايز أقول لك منك لله وربنا سامحك على اللي عملتيه. ايه يا عم شناوي الكلام ده؟ ليه بتقولي كده؟ عشان ضيعت مستقبل الدكتور احمد، وقطعت رزقي، وقطفت الحسنه اللي كانت بتطلع لي وبتطلع لعيالي من كتاب سيزوني. حسنه ايه ودكتور احمد مين؟ الدكتور اللي انت بلغتي عنه، اللي كان بيقف مع الطلبه ويساعدهم، ومع الغلابه اللي زيه بيساندهم. ربنا سامحك، ربنا يسامحك. يا عم شناوي سيبك، ربنا يسامحني ولا ما يسامحنيش، فهمني انا عملت. حد في ناس عاوزين. اهلا 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 عبد الشناوي، ازيك؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ؟ يا دي النور يا دي الهنا، وحشني. ليك وحشه والله يا دكتور. يا حبيبي ربنا يبارك فيك، انت اللي وحشني جدا. الله يخليك. ازيك يا استاذ؟ معلش طبينا عليك كده من غير ميعاد. اوعي تقولي كده، انتوا تيجوا في اي وقت على دماغي من فوق. وعشناوي طبعا. والله الاستاذه امل صممت تجي لك لحد عندك عشان تتاسف. ليه؟ تأسفي ليه؟ على اللي عملته معاك، ومش جاي عشان اعتذره بس، انا جاي اقنعك ترجع الكليه وتكمل دراستك، والا هفضل عايشه بالذنب طول عمري. لا لا، مش عايزك تعيشي باي ذنب، انا بعتبر اللي فات ده ماضي خلاص وانتهى. وبعدين صدقيني انت عملتي لي اكبر خدمه في حياتي، وانا يا ستي مدار ليكي بالبيانو بدل البيانو اللي اتكسر. مش معقول يا استاذ احمد، انت بتحرجني، انا كنت فاكراك هتتخانق معايا او مش هترضى تستقبلني اصلا. يا ست احنا ولاد بلد ونفهم في الاصول، وانت على دماغي في اي وقت وفي اي مكان. طب انا عايز اقول لك ان خدمتيني خدمتين، اولا انك بلغتي عني، ثانيا انك اديتيني فرصه عشان اصلح اللي اتكسر ما بيننا. ايه ده اللي اتكسر ما بيننا؟ بيان. مش معقول يا استاذ احمد، بجد بتحرجني بذوقك ولطفك كرم اخلاق. اهو كمان استاذ احمد دي في الحياه ملهاش اي مكان هنا في المصمت اللي احنا فيه. انا عايزك تقولي لي يا احمد على طول. ازاي الرئيس قال نكته واحنا مش فاهمينها يا محمد؟ وحتى لو نكته دي تبقى نكته دمها تقيل قوي يعني. يا جدع بطل ضحك، ما تستفزنيش، كفايه التخاريف اللي احنا سامعينها دي. لا لا لا، ايه ده؟ تخاريف ايه؟ تخاريف ايه يا محمد؟ تخاريف ايه يا راجل؟ ده كلام عاقل، وعاقل قوي 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 كمان. ايه الكلام ده؟ وفين العقل بقى في انه عايز يروح اسرائيل؟ شافها من منظور تاني خالص غير اللي كل الناس شايفاه يا محمد، بما فيهم اسرائيل. طب وما تقولش ليه انه متفق معاهم؟ يا سلام، ده لو كده يبقى اتفاق قوي قوي قوي، ومعناه انه فاهم موقفه قوي قد ايه. محمد انا اسالك سؤال بس قبل ما تجاوب، فكر كويس قوي، ايه اللي بعد الحرب؟ انهي حرب؟ حرب 73. حرب 73 لسه ما انتهتش يا دكتور، يا دوبك لسه بتبدا. ما انتهتش ازاي يا محمد؟ حرب 73 عدت من كام سنه؟ شوف احنا دلوقتي في سنه كام يا عم؟ طالما ما حققتش اهدافها تبقى لسه ما خلصتش يا حبش. برافو عليك يا ابو حميد. كان ايه الهدف؟ ان احنا نرجع سينا، ده على الاقل. ايه بقى اللي عرفك ان اللي قاله ده ما يكونش اول خطوه في رجوع سينا؟ يا محمد سبق قبل كده وقلت لك فكر في الحاجه قبل ما تقول لا، لو قلت اه هتكسب ايه؟ ما تاخدش الحاجه بالظاهر، فكر يا محمد. اللي ما يعجبكش النهارده بكره هو هيعجبك. الكلام اللي قاله السادات ده ملوش غير معنى واحد، ان احنا خايفين من اسرائيل ورايحين نبوس ايديهم ونقول لهم لله محسنين والنبي رجعوا لنا ارضنا. يا جماعه انتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ شوف احمد، محمد مش مصدق الكلام، وقال لنا هو مش مصدق ليه؟ قول لنا بقى يا دكتور حضرتك مصدق ازاي؟ علشان هو ده بالظبط اللي انا عملته مع الحاج محي. ازاي يعني؟ انا امنت ظهري بعدوي، هو ما كانش فاهم، بس انا عملت كده خلاص، نسيته بقى، مش هقدر افكر فيه طول العمر. افكر في اللي جاي ايه، مستقبلي ايه، شغلي ايه، مشاريعي ايه، وظهري متامن بيه. تصدق ده منطق يا محمد؟ منطق انت راخر، انت فاهم حاجه؟ ده رايح اسرائيل يتصالح معاهم ويحط ايده في ايديهم. يا حبيبي اسمعني واسمعني انت كمان، الصلح مش قاعده وحطت ايد في ايد وخلاص وانتهت على كده، الصلح اتفاق. انا لما رحت المحي رحت له ليه؟ مش عشان اتصالح معاه طبعا، رايح عشان اتفق بس، وانا قوي ومسيطر، والسادات عمل كده قوي ومسيطر ومنتصر، هيعمل اللي هو عاوزه. وبعدين انا عايز اقول لكم على حاجه، انتوا الاثنين
اللي يعمل اللي عمله أحمد توفيق لا يبقى عمل الصح. صح. الله ينور عليك يا ريس. لا تصالح ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ والرجال التي ملأتها الشروخ، هؤلاء الذين يحبون طعم الثريد وامتطاء العبيد، هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم وسيوفهم العربية قد نست سنوات الشموخ، لا تصالح. فليس سوى أن تريد أنت فارس هذا الزمان الوحيد وسواك المسوخ، لا تصالح، لا تصالح. أنا بقى بعتبر اللي حصل ده خيانة وطن، خيانة الوطن دي يعني خيانة عظمى. طبعاً، ده رأيي تقريباً. سوري إحنا زي ما يكون متفقين يا أمل. عارف اللي حصل ده معناه إيه؟ ليه 100 معنى. تقدري تعتبريه يا ستي خوف، خيانة، استسلام، خنوع، تقدري تعتبريه نكسة تانية. ومعناه كمان إن كان في نية مبيرة، الموضوع لا كان صدفة ولا وليد اللحظة. واضحة جدا، وليد اللحظة إزاي؟ واضحة جدا. وبعدين أنت سألني أنت إزاي تبقي منتصرة؟ منتصرة يعني مسيطرة، وتروحي بنفسك لعدوك. ده لسه جاري من قدامك زي الفار. أنا بقى حسيت بالحكاية دي أول لما لقيت اسم كاسنجر في الموضوع. يا سلام. يا سلام على الذكاء والفطنة. والله يا أمل أنا مفتقد في حياتي الحوارات اللي من النوع ده بشكل لا تتصورين. يا سيدي النوع ده من الحوارات متوفر، أنت اللي غير متوفر. عندك حق، مشغوليات كتير أوي هي اللي خلتنا أتأخر عنك طول الفترة اللي فاتت دي. مشغول في إيه بقى؟ حاجات كتير أوي هقولك عليها، بس لما تسمحيلي أني أنفرد بيكي. ما أنت منفرد بيا أهو. لا أنفرد بيكي برا الأتيلي يعني بعد إذنك يعني. تعالي معايا. على فين؟ تعالي معايا بقى في الحديقة. يا احمد فهمني احنا رايحين فين، ما بحبش ابقى مش فاهمه كده. يا ستي هفهمك، احنا جايين عشان نقابل اللي مستنينا ده. هو مين ده؟ اهو 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 بصي ده. ايه ده يا احمد؟ مش ممكن ده علشان انا؟ الحقيقه لا، ده عشانه هو. ما هو ده البيانو ابن المحظوظه، المحظوظ ابن المحظوظه اللي هتقعدي عليه وتعزفي بيه امامك. انا مش عارفه اقول لك ايه يا احمد. قولي اي حاجه، اي حاجه. من غير زعل؟ يا ستي ازعل ليه بس؟ لا اله الا الله، اتفضلي قولي بقى. لان بالرغم من تقديري الكبير للي انت عملته، انا مش هقدر اخد البيانو ده. ليه اللي بتقوليه ده؟ اولا لان مفيش حاجه بيني وبينك تخليني اقبل هديه زي كده، ده لو انت جايبه على اساس انه هديه. ولو جايبه بدل البيانو اللي اتكسر برضه مش هقدر اخده، لان مش انت اللي كسرته. ايوه بس كده يا امل انت بتزعليني جدا وبتحرضيني كمان. بحرضك على ايه؟ لان كده تبقى عايزاني يعني اعمل اي حاجه عشان يبقى في سبب عشان تقبل الهديه. كده ما يبقاش تحريض. امال يبقى اسمه ايه ده؟ تلكيك. والله اللي تقولي عليه، تلكيك، تحريض، او اي سبب يخليك تقبل الغلبان اللي واقف في الطل ده. طب قولي لي يا امولو، هو انت لو حبيتي توزني العقل في كفه والقلب في كفه، تفتكري من وجهه نظرك يعني مين فيهم هيطب اكتر؟ ايه؟ ويلي هو سؤال غريب شويه، بس على فكره مش اي حد بيعرف يجاوب عليه. العقل طبعا. تمام. طب والقلب؟ كل حاجه ليها وقتها. طب انت رايك ايه؟ لا انا عندي راي تاني خالص. ايه هو بقى؟ الحقيقه انا من وجهه نظري يعني ان القلب والعقل هم قوه الدفع لاي مشكله او اي موقف في الحياه. ازاي يعني؟ انا هسالك سؤال، انت دلوقتي لو في شخص معجبه بيه مثلا، ما تقفشيش كده، مثلا افتراضي يعني، ومش عارفه تعرفي عنه اي حاجه، وفجأة جات لك فرصة انك تسألي عن حاجات معينة فيه، ايه اكتر حاجات هتسألي عليها؟ يلا. ايه كل الاسئلة دي؟ جاوبي يا امل. هسأل عن اخلاقه. شطور. مؤهلاته. برافو. افكاره السياسية. تمام 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 تمام. طيب مين بقى في الحالة دي اللي بيسأل؟ انا. عقلك. في حين ان اللي حركك اصلا عشان تسألي عن الشخص ده هو قلبك. صح، بس انا برضو مش عارفه انت عاوز توصل لايه. انا عايز اوصل لعقل واموت واوصل لعلم. ايه ده؟ ايوه انا نفسي انك تستخدمي عقلك وتحكمي على قلبي، تتجوزيني. يعني انت بتقول ايه يا احمد؟ ايوه. ايه مالك؟ عايزك تستخدمي كل الحواس اللي عندك، القلب والعقل، استفتيهم. بس حطي في دماغك انا عندي بنت صغننه زي القمر، معنى كده انك بتجوز. اه
انت صغننه ومتجوز يا راجل، دي تفاصيل. بتعمل ايه يا احمد؟ بتفرج يا عم. يا عم ما يصحش الناس تقول ايه، بتفتش في حاجتهم ده ايه؟ سيب بس الحاجه دي، بس اسمع بس، ده في فيردي والنقشه باندي وطه الفاشني. يا عم سيب كل حاجه مكانها. ايه ده؟ بص ايه رايك في البيانو ده؟ في شويه خشب حلوين. شويه خشب حلوين؟ ايه رايك فيه يا جدع؟ بقول لك رايك فيه. رايي فيه انا بالنسبه لي الطبل احسن منه. اه طبعا، بس بص الصوت ده. جرى لك ايه يا احمد؟ من امتى انا بفهم في بيانو ولا في بانيو ولا الكلام ده؟ لا انا غيرك بقى يا حاج، انا نزلت واخترت احلى واغلى بيانو واشتريته. اشتريت ايه؟ بيانو يا حاج. وهتحطه فين يا حبيب ابوك؟ في المصمط؟ لا اهو حطيته هنا اهو اهو. هو ده؟ بمناسبه ايه؟ بمناسبه امل. امل؟ ده انت مالي ايدك منها بقى. مع ان كان بينا مصانع الحداد يا فتحي. وبعدين؟ ولا قبلين لقيتها مختلفة عن كل الناس. مختلفة عن سميحة وصباح؟ بس يا جدع انت على صباح ايه؟ امل ما تعرفش ان في صباح، تعرف ان في سميحة، ما تجيبش سيرة صباح. والله العظيم يا احمد اللي يفتح دماغك تلاقي فيها النسوان مع الشيشة. انا مش فاهم بتلاقي وقت للشغل امتى؟ الكلام ده مش صحيح. استاذ احمد، بالنسبة لموضوع امل، طلب حضرتك مرفوض. ولا خفتي عليا؟ خفت منك طبعا. كان لازم اشوفك يا عم. يا سلام، انت علشان تشوفني تعمل فيا كده وتعرض نفسك للموت؟ طيب شفت الورقه دي؟ قررت انا احمد توفيق وانا بكامل قواي العقليه ان القي بنفسي امام السياره خلاصا من حياتي والتي لا اريد ان اكملها بدون امل، ولهذا قررت الانتحار. احمد توفيق. ليه؟ عشان بحبك يا عم. يا سلام، هو اللي يحب حد يعمل فيه كده؟ كان نفسي اقول لك ان في عندي فرصه مش هتلاقيها عند حد غيري. دي فرصه ايه دي بقى؟ تصوري يا امل، واحد عنده استعداد ينهي حياته تحت عجل عربيتك عشان بيحبك. فكري كده، لو اديتوله فرصه تعيشوا مع بعض ممكن يعمل لك ايه ويحقق لك ايه؟ بس اللي انت عملته ده يخوف، ده تصرف واحد ما عندوش اي نوع من انواع العقل. اتصرفت بكل العقل، كل الاصول. رحت لجدك عشان اطلبك منه ورفض. انا ما بسالكيش رفضني، كمان مش عايز اقولك ان اللي عمله ده ممكن يكون هبط عزيمتي تجاهك. لا انسى، ده زادني اصرارا على اصرار. طب انا مطلوب مني ايه دلوقتي؟ مطلوب انك تسمعي كلامي لو ممكن. قبل كده كان ممكن، وبعد كده مستحيل اسمع كلام واحد مجنون زيك. وبعدين بقى يا عم، الجنون على فكره بيبقى احيانا هو الوسيله الوحيده عشان توصلي للي قدامك، خصوصا لو كنت جربتي معاه العقل. وبعدين المغامرة ما هي نوع من أنواع الجنون، وأنا مؤمن جدا بنظرية يفوز باللذات كل مغامر. ما تخلينا سوق أنا بقى. لا طبعا يا بنت، خلينا سوق حد أبوك. خلينا سوق. لا أيوة كده يا شيخة حاجة. ازاي بقى؟ الله، اقول لك ازاي احنا رايحين فين كده؟ مش هيبقى فيه دهشه، واذا ما كانش فيه دهشه مش هيبقى فيه مفاجاه، واذا ما بقاش فيه مفاجاه اجيبك منين يا بهجه؟ طبعا مش فاهمه اي حاجه، بس حاسك بتحاول تكسب وقت. في الحقيقه دي كمان يعني ملاحظه تستحق التقدير. ايه؟ ذكائك. طيب بما اننا بنحاول نكسب وقت بقى، ايه رايك في المراه الذكيه؟ ما احبهاش. لا بس مش معنى كده اني ما بحبكيش طبعا. بس معنى كده ان انا ذكيه. ايوه طبعا، بس ده اعتراف مني بانك ذكيه وجميله، لان المراه الجميله في الحقيقه بس يعني بتكتفي بجمالها. اعجاب الناس بيها بقى فبتكسل انها تعرف الاخرين، انما انت في الحقيقه بتجمعنا بين الاثنين، وده استثناء عن القاعدة. انا متهيأ ان احنا كده وصلنا. مش فاهم ده خوف ولا ندم؟ الاتنين يا. الاتنين تيجي ازاي يعني؟ خايفة قوي يجي يوم انت من انا عملت كده. الله،
وانا مش سالتك يا ستي وقلتي لي انك تمام وخدت قرار؟ ما اسمهاش سالتك، اسمها استفزيتك. استفزيتك ولا سالتك؟ المهم انك قلتي لي انك خدت قرار وانك مسؤول عن قرارك وقده. انا طبعا متحمله مسؤوليه قراري وقده كمان، بس انا مش عارفه اقول ايه لجدي. جدك صحيح، بمناسبه جده هو كان رافضني ليه؟ عشان انت متجوز وعندك بنت. طب قولي لي انت، لو كنت قابلتك قبل ما اقابل مراتي كنت برضه حبيتك واتجوزتك؟ المفروض انا اللي اسالك السؤال ده. الإجابة كنت حبيتك واتجوزتك، وكنت هتبقى الزوجة الأولى والأخيرة كمان. والله بل أصل أنا بقى في الحقيقة يعني مؤمن قوي بمسألة النصيب دي، ومؤمن كمان بأن مهما قابلنا في الدنيا لازم نغلبها، ما نخليهاش تغلبنا. حكي بقى. ايوه كده يا شيخ.